السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ طيب احنا خلصنا مع بعض الجزء الاول من محاضرتنا النهاردة. قلنا عندي عملية بلان كوميونيكيشنز مانجمنت، وبطلع منها بالكوميونيكيشنز مانجمنت بلان او خطة ادارة اتصالات المشروع. خطة ادارة اتصالات المشروع دي لقطة سريعة بيقول لك شكل الخطة بيبقى عامل ازاي. فبيبقى عندي فيه جدول زي ما حضراتكم شايفين، بيتكتب هنا عندي الستيك هولدرز المختلفين، احمد محمد مصطفى غيره يعني. طيب كل ستيك هولدر من دول نوعيه المعلومات اللي هو عايزها ايه. فممكن تلاقي مثلا ستيك هولدر معين محتاج تقابله فيس تو فيس ميتنج، ستيك هولدر معين محتاج تعمل له مكالمات، ستيك هولدر معين محتاج تبعت له ايميلات، ستيك هولدر معين محتاج تقابله او تبعت له ايميل او تتصل بيه في التليفون وهكذا. طيب وكمان بيحط لك الفريكوانسي، يعني مثلا السي او هنعمل معاه اجتماع كل 3 شهور، مثلا الفايس بريزيدنت سيلز هنعمل معاه مكالمه كل 3 شهور، مثلا السيرفيس دايركتور هنبعت له ايميل كل اسبوع، طب مثلا فلان هنعمل معاه اجتماع كل شهر وهكذا. الحاجه الاخيره، طب ايه الكونتنت اللي انا هبعته له؟ مثلا السي او عايز ريفيو انيوال سبند اندرستاند بزنس برايورتيز، يعني عايز كده نقول له على سبيل المثال احنا صرفنا قد ايه، ايه الاولويات بتاعتنا في التنفيذ. هو مش محتاج تفاصيل تبعتها له، ولكنه زي ما انا قلت لكم ممكن يكون محتاج ستيتس ريبورت زي اللي احنا كنا بنقدمه لمجلس الوزراء او مجلس الشعب او غيره، يعني كانك بتقول كده تقرير حاله. طب ممكن مثلا الفايس بريزنت سيلز تشيك بوينت اون كاستمر ساتسفاكشن، عايز يعرف العميل راضي ولا مش راضي وهكذا. ممكن مثلا سيرفيس دايركتور محتاج بروجريس ريبورت اون اكزيستنج بروجكتس وهكذا. فانت كمان نوعيه المعلومه ممكن تختلف على حسب الشخص اللي انت هتبعته له، اليه الارسال ممكن تختلف على حسب الشخص اللي انت هتبعته له، وكمان الفريكوانسي او التكراريه ممكن تختلف على حسب الشخص اللي انت هتطلعه له. فهو ده المخرج بتاع الكوميونيكيشنز مانجمنت بلان، بيطلع لك خطه فيها الاشخاص المختلفه اللي عندك وهنتواصل معاهم ازاي ونوعيه المعلومه اللي احنا نبعتها لهم ونبعتها لهم كل قد ايه وفيها تفاصيل ولا لا وهكذا. هو ده اللي احنا طلعنا بيه لغايه دلوقتي. ندخل بقى في مرحله الاكسكيوشن. يبقى خلي بالك، يبقى انا في مرحله البلاننج طلعت بالكوميونيكيشن مانجمنت بلان. نيجي بقى في مرحله الاكسكيوشن، انا عايز اخد الخطه دي وانفذها. يعني عايز مثلا كل 3 شهور اعمل اجتماع مع رئيس مجلس الاداره، او كل مثلا 3 شهور اعمل مكالمه لكذا. فانا عايز اتاكد اثناء التنفيذ ان احنا ماشيين اكوردنج للبلان ولا لا. فانا عندي في المانج كوميونيكيشن ابتدي بقى ادير اتصالاتي في المشروع، والمونيتور كوميونيكيشن اتاكد ان انا فعلا ماشي طبقا للخطه الموضوعه ولا انا يعني بعيد عنها او بعمل حاجات غير اللي احنا اتفقنا عليه في البلان. هو ده الموضوع بمنتهى البساطه. يبقى زي ما اتفقنا الكي وورد نوعيه المعلومه اللي انا هبعتها وهبعتها لمين وهبعتها له كل قد ايه، والمعلومه دي سريه ولا غير سريه وهكذا بمنتهى البساطه يعني. طيب ممتاز. ندخل بقى على المانج كوميونيكيشن. ده هو الكوميونيكيشنز نفسها او الاتصالات نفسها. طيب طبعا المدخلات لازم يكون معايا البلان اللي احنا اتفقنا عليها في مرحله البلاننج، بلان بروجكت مانجمنت بلان، ريسورس مانجمنت بلان، كوميونيكيشن مانجمنت بلان، ستيك هولدر انجيجمنت بلان. فانا واخد شويه سب بلانز، واخد معايا شويه دوكيمنتس زي التشينج لوج لو في اي تغيرات لازم انا اعرفها طبعا عشان اقولها للناس، الايشو لوج لو في عندي شويه مشاكل لازم ابقى عارفها طبعا عشان اقولها للناس، الليسونز ليرند ريجسترز في بعض الدروس المستفاده من المشاريع الاخرى ممكن احتاجها في المانج كوميونيكيشنز، الكواليتي ريبورتس شوية تقارير الجودة ممكن احتاجها عشان ابعتها للناس. يعني ممكن مثلا عندي تقرير ساعة لما كنا بنتكلم على الكنترول كواليتي على سبيل المثال، فممكن يطلع لك تقرير ان انت عندك مشكلة في برودكت معين، فانا عايز ابعت التقرير ده مثلا لإدارة بعينها، او عايز ابعته للعميل، عايز ابعته لسبونسر او غيرها، فمحتاج اعرف ايه الريبورتس عشان خاطر ابعتها للناس المسؤولة يعني. كواليتي ريبورتس، وممكن كمان ريسك ريبورتس، يعني محتاج تقرير بالمخاطر بحيث ابقى عارف بقى الريسك ده ضن ولا نوت ضن، الحاله بتاعته عامله ازاي، احنا استخدمنا الريسبونس اللي اتفقنا عليه ولا لا. يعني الريسك ريبورت احتاجه معايا عشان ممكن ابعته للناس اذا لازم الامر.
والورك بريفورمانس ريبورتس، التقارير بقى اللي بتطلع لي من مرحله الانتجريشن. احنا لسه ما اتكلمناش على الورك بريفورمانس ريبورتس عشان دي طالعه من الانتجريشن، بس هي بصفه عامه الورك بريفورمانس ريبورت دي تقارير البريفورمانس بتاع المشروع. داخله بقى فيها تقارير الايرند فاليو، القيمه المكتسبه، داخله تقارير بقى احنا ماشيين صح ولا غلط في السكوب، في السكادول، في الكوست، احنا ماشيين صح ولا غلط في البريفورمانس على المشروع، احنا سابقين، احنا متاخرين، التفاصيل بتاعت الورك بريفورمانس ريبورتس. ودي هتطلع في مرحله الانتجريشن لما نتكلم في الانتجريشن. والاي اف والاو بي اي. طيب المخرج الكوميونيكيشن نفسه، البروجكت كوميونيكيشن نفسه اللي احنا بنتصل بالناس، بنبعت للناس، هو ده اللي احنا المخرج يعني الكوميونيكيشن نفسه يعني. طيب وممكن اعمل ابديتس لبعض الدوكيومنتس وبعض البلانز، فانا ممكن اعمل كوميونيكيشن مانجمنت بلان ابديتس وستيك هولدر انجيجمنت بلان ابديتس، وممكن اعمل ابديتس لمجموعه من الدوكيومنت اللي انا خدتها في البدايه اللي هي الايش لوج، الليسونز ليرند، البروجكت سكادول، الريسك ريجستر، الستيك هولدر ريجستر، واو بي اي ابديت. احنا قلنا بقى ما فيش حاجه اسمها اي اف ابديت الا في الريسورس مانجمنت، وشرحنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت. طيب ايه التولز والتكنيكس؟ هتلاقي في حاجات احنا اتكلمنا عنها وحاجات جديده علينا. الكوميونيكيشن تكنولوجي اتكلمنا عنها، نوعيه التواصل او التقنيات اللي احنا بنستخدمها في التواصل. الكوميونيكيشن ميثودز برضو اتكلمنا عنها، اللي هي الانتر اكتف والبوش والبول. الكوميونيكيشن سكيلز، الكوميونيكيشن كومبتنسز، المهارات، الجدارات الخاصه بالمهارات اتصالات الاتصال. الفيدباك، النون فيربال برزنتيشنز، كل دي كلها اتكلمنا عنها. البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، البروجكت ريبورتنج بتطلع بقى تقارير للاداء المشروع. الانتر بيرسونال تيم سكيلز، اهم يعني مهاره لازم تعرفها في الكوميونيكيشن الاكتيف ليسننج. حتى ان احنا لما بنيجي ندي كورسات بروجكت مانجمنت او بندي كورسات حتى يعني برزنتيشن سكيلز وسوفت سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز، نقول له الف ب الف ب مهارات الاتصالات هي الاكتيف ليسننج. يعني ايه اكتيف ليسننج؟ يعني الانصات الفعال. يعني ايه الاكتيف ليسننج؟ في فرق ما بين كلمه ليسن وفي فرق ما بين كلمه هير. هير يعني يسمع، ليسن يعني ينصت. فانا ممكن مثلا اكون مثلا بشتغل ومثلا ابني بيتكلم جنبي، فانا ممكن اكون سامع لابني ولكن مش مركز معاه شويه. على عكس listening اللي انت سايب كل حاجه ومدي انصات للشخص اللي انت بتتكلم معاه. فده الفرق ما بين كلمه hear يعني يسمع، او listen يعني ينصت. فدايما الانصات بيبقى فيه نوع من انواع التركيز، نوع من انواع الاهتمام، نوع من انواع الاحترام. فالانصات افضل من الاستماع. برضه الكونفليكت مانجمنت اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، المهارات فض النزاعات او اداره النزاعات. الكالتشرال اويرنس دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا. احيانا بيحصل كوميونيكيشنز بريك داون نتيجه الكالتشر ان اويرنس. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا انا مش عارف ان ماجد ما بيحبش الهزار وعمال اهزر معاه، فماجد زعل مني على سبيل المثال يعني. طيب يبقى انت ممكن تكون انت مش فاهم ثقافه الطرف الثاني، وانت ممكن تكون واخد الموضوع بهزار وهو اللي قدامك مش قابل الهزار. او العكس، ممكن يكون اللي قدامك لازم تتعامله بالالقاب وانت ما بتكونش واخد بالك بالكلام ده. الفكره دي بتختلف من ثقافه لثقافه ومن شركه لشركه. احد الشركات كانت عامله مؤتمر صحفي، والمؤتمر الصحفي ده كان حاضره معالي وزير الاتصالات، واحنا كنا معاه وكنا الدنيا جميله جدا. الشركه دي شركه انجليزيه، بس هما كان عندهم الثقافه اللي موجوده داخل الشركه الانجليزيه بينادوا بعض باسمائهم، مفيش تايتلز. يعني مفيش بقى مستر فلان، مفيش دكتور فلان، مفيش بقى باشمهندس فلان، مفيش الكلام ده خالص، يناديه باسمه. يعني انا عايز اكلم مثلا اماني او لا اماني، مش هقول لها باشمهندس اماني، عايز اكلم اسلام اقول له اسلام، اناديه بالاسم من غير القاب. فاللطيف في الموضوع ان الشركه دي كانت عامله اجتماع، واجتماع ده كان في فندق يعني خمس نجوم، والوزير حاضر والاعلام ظاهر وكل الناس، واحنا كنا طبعا مكتب الوزير حاضرين الاجتماع. فرئيسة مجلس الاداره كان اسمها جيني، اللي هي البنت نفسها يعني رئيس مجلس، فكل الناس بلا استثناء بينادوها باسمها جيني 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 جيني، ما فيش مشكله خالص يعني. هي لما ادوها الكلمه وطلعت على المسرح بتقول الكلمه، نادت الوزير بتاعنا باسمه. ودي كانت بالنسبه لنا غريبه خالص. يعني احنا دايما احنا كمصريين طبيعتنا معالي السيد الدكتور مش عارف فلان الفلاني، او الاستاذ مش عارف فلان الفلاني، لانها طالعه على المسرح بتنادي الوزير باسمه، فكل الناس قعدوا يضحكوا.
احنا مش متعودين على كده. عايز اقول لك هي كالتشر اويرنس من الاخر، يعني دي مشكله كالتشر، فهي بتتعامل معانا بالكالتشر الانجليزيه اللي هي اتربت عليها واشتغلت عليها في شركتها، واحنا بنتعامل معاها بالكالتشر المصريه اللي احنا بنقولها دكتور فلان او استاذ فلان او معالي الباشا معالي الوزير والكلام ده. فعايز اقول لكم ان احيانا ممكن يحصل كوميونيكيشنز بريك داون في حاله لو في يعني ان اوير ناحيه الكالتشر الشخص اللي انت بتتعامل معاه. طيب ميتنج مانجمنت، اداره الاجتماعات، ودي برضو نقطه تانية مهمه جدا. لو احنا هنعمل اجتماع وعايزين نحط مثلا اجنده للاجتماع وعايزين نعمل تايم كيبنج للاجتماع عشان الاجتماع ما يطلعش بره الوقت بتاعه، عايزين مثلا نبعت مثلا المينتس اوف ميتنج بعد الاجتماع للناس، عايزين ندير الاجتماع ما بين يعني الاشخاص المعنيين، يعني مش عايز حد يحضر اجتماع ملوش لازمه او ملوش اضافه. فاداره الاجتماعات في حد ذاتها ده نوع من انواع التواصل. وعلى فكره الاجتماعات ممكن تبقى سلاح ذو حدين، يا اما احنا بنعمل اجتماع عشان نناقش مشكله ونوصل لحل او نطلع بالتوصيات، يا اما بنعمل اجتماع نضيع وقت. ففي بعض الشركات ما بتعرفش تعمل ميتنج مانجمنت بطريقه سليمه، فالاجتماع بتحاول في الاخر لتضييع وقت. اللي احنا بنتقابل ونقعد نتكلم مثلا الاهلي كسب الزمالك مش عارف ايه في مشكله كورونا في، ونقعد طول الاجتماع نقعد نتكلم في اي مواضيع مالهاش علاقه بالاجتماع ونضيع وقت بعض. وفي ناس تانية تلاقي العكس بقى، بيعمل أجندة للاجتماع قبل الاجتماع، بيبعت الأجندة دي للناس اللي يعني السادة الحضور، الأجندة دي بالناس المدعوين اللي هتحضر الاجتماع، لازم كل واحد يبقى عارف دوره في الاجتماع عشان يجهز البوينتس اللي هنتكلم فيها قبل الاجتماع. يعني مثلا لو احنا هنناقش ميزانية السنة الجديدة، موازنة السنة الجديدة، فأنا مثلا بنقول لكل قسم يجهز الموازنة بتاعته قبل الاجتماع، فكل قسم بقى بيحدد المشاريع بتاعت السنة الجاية وإيه المصروفات السنة الجاية عشان ناخد الأرقام دي نتكلم فيها في الموازنة. فاللي أنا عايز أقوله إن الاجتماع لازم يبقى ليه منهجية لإدارة الاجتماع. طيب أثناء الاجتماع نفسه مفروض حد يبقى تايم كيبر عشان ما فيش حد يتكلم زيادة عن اللزوم، ما فيش حد يخرج بره النطاق أو يعني نسق الاجتماع، ما فيش حد مثلا ياخد أكتر من وقته، فلازم يبقى فيه التوبيك وكل توبيك فيه الوقت بتاع الموضوع ومين هيتكلم في إيه، فمحتاج اداره الاجتماع. طب بعد ما عملت الكلام ده ممكن اعمل اركايفنج، ارشفه للحاجات اللي اتفقنا عليها في الاجتماع، نعمل فولو اب على الحاجات اللي الاكشنز يعني اللي احنا او القرارات اللي احنا خدناها في الاجتماع. فكل دي كلها تبع اداره الاجتماعات. النتوركينج، ودي برده من ضمن الحاجات الجميله جدا في الاتصالات. طبعا النتوركينج ده اساس البيزنس بصفه عامه. النتوركينج اللي انت بتعمل علاقات جيده جدا مع اصحاب المصلحه او الستيك هولدرز. طبعا النتوركينج فيه جزء منه ايثيكال وفيه جزء ان ايثيكال. انا بتكلم على الايثيكال نتوركينج. الايثيكال نتوركينج انت بتعمل نتوركينج ولكن بطريقه اخلاقيه، يعني ما فيش فيها رشاوي، ما فيش فيها يعني محسوبيات، ما فيش فيها بتكلم يعني، ولكن النتوركينج اللي احنا علاقتك جيده مع الناس كلها، بتعرف تربي صداقات، بتعرف يعني تدير علاقتك الانسانيه او السوشيال نتورك بتاعتك، فدي كلها بسميها نتوركينج. طبعا في جزء منه ان ايثيكال، يعني مش يعني اكيد طبعا مش هو ده اللي نقصده، ان في ناس بتدير علاقاتها بالرشاوي، بتدير علاقاتها ب يعني ببعض الحاجات اللا اخلاقيه، مش هدي اللي نقصدها يعني. البوليتيكال اويرنس برضه دي من ضمن الحاجات المهمه، اللي انت بتبقى عندك يعني وعي بالناحيه السياسيه في التعامل، ودي برضه من النقاط المهمه جدا. يعني مثلا زي ما قلت لك انت رئيس مجلس اداره هتخاطبه اكيد، غير لو هتخاطب الاستشاري، غير لو هتخاطب الصرايعي، غير لو هتخاطب، فعندك في حته برضو احنا بنسميها البيزنس اتيكيت او ازاي بتعامل مع الناس طبقا للبوزيشن والباور بتاع كل واحد فيهم. وطبعا اداره الاجتماعات من الدرجه الاولى. حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يسال يا شباب. حد عنده سؤال في المانج كوميونيكيشنز، إدارة اتصالات المشروع؟ طيب ممتاز. طيب فهيتكلم سريعا على الانبوتس واتكلمنا عنها بسرعة، المدخلات، هيتكلم على التولز والتكنيكس، اتكلمنا على الكوميونيكيشن تكنولوجي، اتكلمنا على الكوميونيكيشنز ميثود، اتكلمنا على الكوميونيكيشنز سكيلز مهارات التواصل، اتكلمنا على البي ام اي اس، اتكلمنا على البروجكت ريبورتنج، اتكلمنا على الانتربيرسونال تيم سكيلز، البوليتيكال اويرنس، النتوركينج، الميتنج مانجمنت، كل ده قلناه. وخلصنا في الاخر طلعنا ان المخرج نفسه التواصل اللي هو البروجكت كوميونيكيشنز. التواصل يعني ايه؟ انا اتصل بالناس في المواعيد طبقا للبلان، ابعت ايميلات للناس طبقا للبلان، اخد بالي من النواحي السياسيه وانت بتبعت لحد، او النواحي الاخلاقيه او النواحي الاجتماعيه،
وانت بتتصل بالناس طبيعي جدا بختار الميعاد المناسب للاتصال. يعني لو هتصل بموظف عندي هو موظف اي نو اللي هو موظف بس ما ينفعش اكلمه مثلا الساعه 3 الفجر، يعني اكيد طبعا بختار مواعيد تكون مناسبه للشخص الاخر، خصوصا خلي بالك لو انت فيرتشوال تيمز الموضوع ده مهم جدا. يعني زي ما قلت لكم في فرق توقيتات زمنيه، يعني لو انا مثلا فيرتشوال تيم ما بين حد من مصر والسعوديه والهند ومثلا وامريكا واليابان، فانت ممكن دلوقتي مثلا عندنا الساعه 10 مساء ممكن في مكان تاني تلاقي الوقت دلوقتي مثلا الساعه 3 الفجر. فطبيعي لو انت اخترت ميعاد للاتصال لازم تبقى عارف كويس جدا يعني فرق التوقيتات الزمنيه والتايم زونز ما بين الدول المختلفه. وبرده في بعض الناس عندهم اجازات رسميه، فزي ما اتفقنا لو انت هتكلم حد بنكلمه في وركينج داي، بنكلمه في مواعيد العمل الرسميه، فالحاجات دي كلها بنتاخد في الاعتبار في المانج كوميونيكيشن. طيب والبروجكت مانجمنت بلان ابديتس والدوكيومنتس ابديتس والاو بي اي ابديتس. وكده نبقى خلصنا تاني عمليه في الكوميونيكيشنز مانجمنت اللي هي مانج كوميونيكيشن في مرحله الاكسكيوشن. قبل ما ندخل على العمليه الثالثه والاخيره، حد عنده سؤال؟ قبل ما ندخل عند العمليه الثالثه والاخيره، حد عنده سؤال؟ الناس متابعه معانا؟ الدنيا تمام؟ طيب ممتاز ممتاز. عايز كل الناس ترد على الشات، كل الناس ترد على الشات عشان بس اتابع معاكم، عشان في ناس ساكته خالص انا مش عارف متابعه معانا ولا لا. سمير، وجدي، عمر، كل الناس، انس، مصطفى، محمد، وجدي، ماجد، كل الناس ترد على الشات متابعه ولا لا، حد عنده سؤال ولا لا؟ امان يا عبد السلام، الدنيا واضحه طبعا ما تحفظنا الالقاب يعني. طيب الحمد لله هايلين 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 ممتازين. طيب ندخل مع بعض على اخر عمليه، العمليه الثالثه والاخيره، بنتكلم بقى على مونيتور كوميونيكيشنز. وحتى من اسمها ما يقصدش طبعا مونيتور اللي انا اتجسس على التليفونات، طبعا ما يقصدش الكلام ده، ولكن مونيتور معناه انا عايز اتابع يا ترى اللي اتفقنا عليه وقت البلاننج هو اللي اتنفذ وقت الاكسكيوشن ولا لا. هو ده معنى كلمه مونيتور كوميونيكيشن. يعني طبعا مش معناها ان انا استمع للمكالمات او اتجسس على الناس، مش ده معناها. معناها مونيتور كوميونيكيشنز معناها زي فولو اب، فولو اب او متابعه. انت عايز تتابع اللي اتفقنا عليه في مرحله البلاننج هو اللي اتنفذ في مرحله الاكسكيوشن ولا لا. وزي ما اتفقنا ان جميع عمليات المونيتور بتاخد انبوت ورك بريفورمانس داتا وتطلع حاجتين، ورك بريفورمانس انفورميشن وتشينج ريكويست، واتكلمنا ده عليه كذا مره. فوانت مغمض اي عمليه في المونيتور اند كنترول فيما عدا الانتجريشن، دي قصه لوحديها هنتكلم عنها اخر محاضره. اي عمليه بعيد تاني، اي عمليه في المونيتورنج اند كنترولنج وانت مغمض، الانبوت ورك بريفورمانس داتا والاوتبوت ورك بريفورمانس انفورميشن وتشينج ريكويست وانت مغمض. طيب ايه المدخلات اللي عندي؟ المدخلات اللي عندي طبعا محتاج اشوف الكوميونيكيشن مانجمنت بلان عشان هي دي اللي عايز اتاكد اتنفذت في مرحله الاكسكيوشن ولا ما اتنفذتش. يعني مثلا احنا قلنا هنبعت ايميل لرئيس مجلس الاداره كل 3 شهور، انا عايز اتاكد ان كل 3 شهور احنا بنبعت الايميل ولا لا، وكمان الكونتنت المحتوى بتاع الايميل هو ده اللي كان رئيس مجلس الاداره عايز يسمعه ولا لا، وكمان التوقيت والكونتنت والفورماتنج بتاع الايميل. يعني ممكن هو مثلا عايز داشبوردز انت بعت له تفاصيل كتيره، هو عايز مثلا باي تشارت او بار تشارت او يعني نقاط محدوده وانت عمال تبعت له بقى 30 40 ورقه، فهو ما عندوش وقت يقرا كل الكلام ده. فانا عايز اتاكد المنهجيه سليمه، التوقيت سليم، الكونتنت سليم، الشخص السليم اللي انت بعت له المعلومه ما بعتش لحد تاني، فدي مهمه جدا. فالمونيتور كوميونيكيشن انت بتتابع يا ترى اللي اتفقنا عليه في مرحله البلاننج هو اللي اتنفذ في مرحله الاكسكيوشن ولا لا. فانا عندي المدخلات، الريسورس مانجمنت بلان، الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، الستيك هولدر انجيجمنت بلان، عندي البروجكت دوكيومنتس، الايشو لوجز، طبعا لو في مشاكل باخدها في الاعتبار او سجل المشاكل عشان خاطر عايز اتابع بقى المشاكل دي اتحلت ولا ما اتحلتش، وبالتالي هشوف الكوميونيكيشن يا ترى احنا مثلا يعني بعتنا لو في مشكله رفعنا بقى الرايه الحمراء كده ولا بعتنا المشكله دي للناس ولا لا. فانا عايز اتابع المشكله اتبعتت ولا ما اتبعتتش
والناس ردت علينا بالاستلام او ادت ريبلاي عن حل المشكله ولا لا، كل ده ممكن اتابعه في مرحله المونيتور كوميونيكيشنز. الليسنز ليرند ريجستر، البروجكت كوميونيكيشنز، طبعا البروجكت كوميونيكيشنز اللي هي الستيتس بقى نفسه بتاع الكوميونيكيشن، زي ما قلت لكم لو مثلا لو عامل اركايف للتقرير اللي انا بعته، لو عامل اركايف مثلا الفاكس اللي بعته، وعامل اركايف لي مثلا الايميل اللي بعته، وهكذا يعني. Work Performance Data EFOBA. ممتاز. طيب التولز والتكنيكس، Expert Judgment حكم الخبراء، Project Management Information System BMIS، Data Analysis، Stakeholder Engagement Assessment Matrix. دي لسه ما خدناهاش، هناخدها ان شاء الله تعالى بعد البريك لما نتكلم على الستيكهولدر انجيجمنت، الانتربيرسونال اند تيم سكيلز، الاوبزرفيشن اند كونفرزيشن، والميتنجز. كلهم خدناهم فيما عدا دي، دي الحاجه الوحيده اللي ما خدناهاش. يبقى انا عندي المونيتور كوميونيكيشن الكود بتاعها 10.3، عندي بروجكت مانجمنت بلان بولادها، بروجكت دوكيومنتس بولادها، دايركت اند مانج بروجكت وورك واخد منها. خلي بالك دي في الانتجريشن احنا ما اتكلمناش عنها، بس باخد منها الورك بريفورمانس ريبورتس، وفي نفس الوقت باخد الانتربرايز الاي اف او بي، بطلع انفورميشن، بطلع تشينج ريكويست اذا لازم الامر، ابديتس للدوكيومنتس، وابديتس للبلانز. ممتاز. والتولز والتكنيكس كلها قلناها ما عدا دي، هناخد دي بعد البريك فما تقلقوش، هنتكلم على الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس بعد البريك، فدي بس اللي انا هاجلها بعد البريك. بس باقي الحاجات انتوا خدتوها، الاكسبرت جادجمنت، بي ام اي اس، الاوبزرفيشن، الملاحظات، الميتنجز، كل دي قلناها. والاوتبوت زي ما اتفقنا بقى الانفورميشن والتشينج ريكويست والابديت للبلانز والابديت للبروجكت دوكيمنتس. وكده نبقى خلصنا مع بعض الكوميونيكيشنز، كده يبقى خلصنا نولج اريا كامله، الفصل العاشر كله خالص. زي ما قلت لكم من اسهل الفصول، ولكن هو تريكي شويه، حتى الاسئله بتاعته في الامتحان بتبقى تريكي شويه، فانا عايزكم تفهموا الجزء ده. وفي نفس الوقت انا عايز نخلص النولج اريا، عايز ابعت لكم اسئله بالنولج اريا. يعني احنا لغايه دلوقتي الفريم ورك اول 3 شابترز حلينا عليه، وفي نفس الوقت امتحنا عليه. ال 10 نولج ارياز اللي بعد كده، الستيك هولدر، اسف، السكوب والسكادول والكوست، بعت لكم امتحان ومعرفش انتوا حلتوه ولا لسه، وسمير بس اللي بعت لي على الواتساب الاجابات، بس باقي الناس ما بعتوليش لغايه دلوقتي. فيعني اي هوب الناس تكون لسه يعني فاكره الموضوع بتاعنا وواخده الموضوع بمحمل الجديه، وانتظر منكم الاجابات بتاعه الامتحان الثاني، عشان زي ما اتفقنا الهدف الاساسي في المتابعه. يعني لو اجاباتك فوق ال 70% ان شاء الله تبقى انت مطمن، لو اجاباتك اقل من 70% لا انت محتاج تراجع على الحاجه. فانا مش عايز ابعت لكم الموديل انسرز دلوقتي الا لما اشوف الناس خلصت ولا لا. فيا ريت على نهايه الاسبوع يكون كل الناس حلوا الامتحان الثاني وبعتوا لي الانسرز شيت، وانا هرد عليكم بالموديل انسر، وكل واحد يحسب النسبه فوق ال 50 فوق ال 70% ولا لا. الحمد لله الامتحان الاول تقريبا 90% منكم او اكتر كمان جايبين فوق ال 70%، فانا مطمن الحمد لله في الامتحان الاولاني. بس الامتحان الاولاني كان 25 سؤال في ساعه. الامتحان الثاني صعبنا الموضوع شويه، خلينا 50 سؤال في ساعه، 50 سؤال في ساعه، عشان بس ندي بريشر اكتر عليك اللي انت تحاول تجاوب بسرعه، يعني ما تضيعش وقت. وكمان الاسئله بتاعت السكادولينج والكوستس والسكوب محتاجه تركيز شويه عن الاسئله بتاعت الفريم ورك. فاحنا صعبنا نوعيه الاسئله وزودنا عدد الاسئله عشان تبقى انت في المود بتاع الامتحان. بص يعني في الاول برضو ما بنركزش قوي على الوقت، يعني انت حتى لو حليت الامتحان في ساعه ونص اكسبتد، ما تشغلش بالك، المهم حل الامتحان، ما تسيبش اسئله فاضيه. هنخلي بقى تظبيط الوقت ده في الاخر خالص مش دلوقتي، يعني انا في الاول مش محتاج احط عليك بريشر وقت، بس يعني هنحاول قدر المستطاع ما نزيدش عن ساعه ونص. هم 50 سؤال المفروض يخلصوا في ساعه، هنا يعني حتى لو خدوا معاك ساعه ونص مش مشكله. لغايه بس لما ايدك تاخد اكتر في حل المسائل وفي نفس الوقت تتعود اكتر على الحاجه. كان الباشمهندسة أماني قالت لي احنا عايزين ناخد اكسترا ليكتشر نحل فيها اسئله بس، فايه الميعاد المناسب ليكم ناخد فيها محاضره اضافيه؟ نخليها الجمعه يا شباب، دي محاضره اضافيه غير الكورس بتاعنا، يعني الكورس بتاعنا حد واربع من الساعه 8 لغايه 11، عايزين ناخد محاضره زياده.
نحل عليها امتحانات او نحل اسئله مع بعض. وطبعا دي محاضره اختياريه يعني اللي حابب يحضر معانا واللي عنده يعني ظروف او يعني وقته ضيق يعني هيتفرج على المحاضره على اليوتيوب يعني، وهبعت لكم طبعا الاسئله على الواتساب. تحبوا ايه الميعاد اللي ناخده زياده محاضره اكسترا بس نحل فيها اسئله؟ طيب انا شايف الجمعه مناسب باشمهندس وجدي، فلو انتم موافقين الجمعه ممكن، وممكن حتى يبقى بدري شويه، مش لازم يبقى الساعه 8، ممكن يبقى الساعه 6 مثلا يعني، ممكن نخليه مبدئيا الجمعه الساعه 6 وناكد على بعض الخميس، وده هيبقى حل مسائل بس ان شاء الله تعالى. يبقى انا بس بكتب لكم اهو، مبدئيا هناكد على بعض يوم الخميس، فده هيبقى حل مسائل بس يعني، مش هنشرح فيه حاجه جديده. احنا خدنا لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله، خدنا 3 شابترز بتوع الفريم ورك، وخدنا السكوب والسكادول والكورسز، وخدنا كمان الكواليتي، وخدنا كمان الريسورسز، والنهارده خدنا 2 شابترز كمان. فالنهارده بسم الله ما شاء الله واخدين 10 شابترز النهارده، ناقص لنا بالظبط 3 شابترز يعني، ناقص لنا الريسكس باذن الله بعد نهايه الستيك هولدرز، ناقص لنا الريسكس، ناقص لنا البروكيورمنت، ناقص لنا الانتجريشن، ناقص لنا 3 شابترز بس. فيعني تقريبا 3 ارباع الكورس بيخلص يعني معانا يعني. فخلاص اتفقنا، يبقى احنا هنخليها يوم الجمعه الساعه 6، ونحاول بقى ناخد سؤالين 3 من كل شابترز كده، بحيث يبقى نحاول يعني لو احنا بنتكلم مثلا في 10 شابترز، لو خدنا 5 اسئله على كل شابتر فبنتكلم في 50 سؤال، كويس قوي يعني ان شاء الله تعالى يعني. فحاول اجيب لكم 50 سؤال يغطوا المنهج كله، وزي ما اتفقنا بقى الهدف من حل الاسئله ان كل واحد يفتكر المعلومات اللي احنا نقولها، ونحط ايدينا على نقاط الضعف عشان خاطر يعني نتحرك لقدام، وفي نفس الوقت يعني نحاول نعالج المشاكل اللي عندنا. الستيك هولدرز مانجمنت بسيط خالص يعني، هناخده بعد البريك ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تعالى نخلص على خير الشابتر، ويبقى ناقص لنا زي ما قلت لكم 3 شابترز. الريسكس محتاج تركيز، فانا عشان كده هخليه يوم لوحده، يوم الاحد اللي جاي باذن الله تعالى، يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله تعالى الريسكس مانجمنت. والاسبوع اللي جاي هناخد البروكيورمنت، وهناخد معاه الاجايل. فيوم الاحد الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى هديكم البروكيورمنت اداره التعاقدات، وهديكم معاه كمان الاجايل، الاجايل بروجكت مانجمنت، عشان نعرف الفرق ما بين الاجايل والووتر فول يعني بشيء من التفصيل. ونتكلم بقى على بعض المفاهيم اللي خاصه بالاجايل، زي الستاند اب ميتنج، زي مثلا البرودكت لوج، زي انا شويه يعني شويه مصطلحات كده الزملاء بتوع الاجايل واخدينها، الاجايل مانيفيستو، السكرام ماستر، واقول لكم حتى ايه الشهادات اللي موجوده يعني في الاجايل، بحيث لو حد عايز يتعمق فيها اكتر. واخر محاضره باذن الله تعالى، باذن الله تعالى اللي هي يوم الاربعاء الاسبوع القادم، هتبقى ان شاء الله تعالى في الانتجريشن مانجمنت باذن الله تعالى. هي دي بقى اللي هتلم لك الحدوته كلها، وهتلاقي الموضوع بسيط خالص، احنا تقريبا خدنا كل حاجه، فيعني هتلاقي الموضوع بسيط خالص. الاسبوع اللي بعده بعون الله تعالى انا هبدا كورس جديد مع زملاء جدد. اللي عايز يحضر معانا فور فري هيحضر معانا بدون اي مقابل. وقلت الكلام ده لزميلتنا باشمهندس اماني، اي حد انت بتدفع مره وتحضر ان شاء الله 100 مره، محدش هيقول لك لا. خلاص؟ فاحنا هنبدا كورس جديد باذن الله الاسبوع اللي بعد القادم. مثلا ممكن حد فيكم يكون فاته محاضره مثلا في السكادوال او مثلا الاتش ار او غيرها، فيجي يحضرها معانا، او ممكن واحد فاته مثلا يعني تركيز في بعض النقاط زي الايرنت فاليو او الكريتيكال باس او غيرها، او لو حد عايز يحضر الكورس كله من اوله لاخره ال 12 محاضره كله فور فري، مش هناخد اي مقابل، انا متفق مع دكتور عمرو على كده. فكل الناس اللي هتحضر معانا بلا مقابل باذن الله تعالى، احنا المبدا بتاعنا انت خلاص بقى كده بقيت عميل المكان. ففي اي وقت عايز تحضر معانا، طبعا المحاضرات كلها مسجله على اليوتيوب ومش هنمسحها بعد الكورس. بحيث يعني اللي حابب يعني في اي وقت يسترجع يراجع هيدخل على اليوتيوب ويشوف يعني. بس اللي حابب يحضر معانا الكورس، اللي حابب يذاكر، اللي عنده اسئله، احنا متابعه مستمره لغايه ليله الامتحان. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ قبل ما نطلع بريك؟ الدنيا واضحة؟ طيب نطلع بريك ونكمل بعد البريك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.